مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. مثل ما عودناكم عنا عطول في شيء مميز، واليوم الشيء المميز إنه مستضيف أنا ضيف عنده أفكار بنفس الطريقة اللي أنا بفكر فيها، بنفس الآلية اللي أنا عم ببدأ مشروعي الخاص فيها. هو كشخص عم بيحقق هاي الإنجازات وعم بيحقق أمور كبيرة، وهو زميل إلنا خريج كمان التصميم والإنتاج، الأستاذ المهندس أحمد ناجي. أستاذ أحمد، إذا في مجال بس تعرف المشاهدين عن حضرتك. اوكي، انا اسمي احمد ناجي، مهندس مصري، مهندس تصميم وانتاج ميكانيكي، تمام، جامعه حلوان هنا في مصر. حاليا عندي حاجه صغيره كده، ميكا تيوب، يعني بعلم فيها الناس، بدي فيها محاضرات في التصميم ومجال السيميليشن اللي هو فاينايت اليمنت، وعندي كورسات على يوديمي، وحاليا باسس لبزنس صغير كده جنب ميكا تيوب يعني، وان شاء الله خير. دي مقدمه بسيطه يعني. هلا أنا تعرفت على صفحتك على الإنترنت وتعرفت على أعمالك الحلوة على اليوتيوب، فأنا حبيت أتعرف عليك بشكل شخصي أكثر وشوف شو الشيء اللي أنت عم تشتغل عليه والهدف اللي أنت عم تعمله. فيك تختصر لنا أو تشرح لنا تاخذ راحتك أكيد، يعني تشرح لنا عن مشروعك بشكل عام وأهدافه للمشروع. طيب، انا ابتديت ميكا تيوب ديت من وانا في اولى ميكانيكا، يعني ادي لها حوالي 2 او 3. بس كان هدفي ان انا ادرس للطلبه او اعلم الطلبه بطريقه ايه، يعني بره طريقه الكليه شويه او طريقه مستحدثه شويه، ان انا ما بقاش ان انا الكلام كله اللي بنقوله نظري، لا هو نظري ومرتبط بسوق العمل، بحيث ان احنا ايه نسد الجاب اللي بين الكليه وبين سوق العمل. بس بعد كده كانت في موقف كده غير حياتي، يعني سويتش كده غير حياتي، ان انا كنت مع طلبه في مسابقه، تمام، والمسابقه دي تقريبا انا كنت اقل طالب فيهم، يعني انا كنت علميا اقل طالب فيهم، وكان شكلي مش حلو خالص في المسابقه دي، فكنتش فاهم حاجه، وعارف انت الستودنت اكتيفيتي اللي انت بتبقى داخل كده ايه انت على الله حكايتك، مش ناي الناس ديت ومش عارف ايه. المهم انا من يعني قلبي تقيل شويه، فقلت ايه ادخل مع الناس دي شوفهم بتعمل ايه. بصراحة يعني ايه كنت اقل واحد في الفريق وما كنتش فاهم حاجات كتير قوي. المهم كان مسابقة ان احنا بنعمل زي روبوت ارم وكده، ففشلنا والروبوت ما اشتغلش وكده، وانا كنت اقل واحد في الفريق بصراحة. فجيت كده قعدت بعد المسابقة، قعدت كده خدت جنب كده وقعدت على السلم، قلت لا الكلام ده مش هينفع، انا مش هعتمد على الكلية بس، عشان انا اعتمدت على الكلية بالسريع وكده. بس بعد كده بعد الاجازة على طول ابتديت ان انا اخد كورسات اطور نفسي. أول كورس خدته كان هو كورس روبوت 4 بتاع الدكتور عبد الفتوح، ده فتح دماغي لحاجات كتير قوي، ومن هنا قلت لا أنا مش هينفع إن آخد تراك الكلية بس، ولازم إيه آخد تراك الكلية مع إني إيه أذاكر أو إني إيه أشتغل، لازم أشتغل، لازم أعمل فلوس، لأن ده الهدف من دراستك أنت، إنك تعمل فلوس وتعيش عيشة كويسة والكلام ده كده. من هنا بقى بدأت إيه رحت إن آخد كورسات وكده، وإن أنا باخد كورسات وبعلم نفسي، حاولت أعلم الناس معايا أو آخد بإيد الناس معايا من عن طريق ميكاتيك بس. فمن يوتيوب بعد كده بدات ايه هي اتسوق لي، يعني بحيث ان بقى يجي لي منها شغل وانا في نفس الوقت ايه بشتغل وبطور من نفسي. دلوقتي الحمد لله بعد سنه بقى كنت انا اللي بدرس للناس اللي كانوا معايا في المسابقه، وان انا كنت اقل واحد فيه. ما شاء الله، بس انا بهنيك على هذا الاصرار وبهنيك على الشيء اللي انت عم تحققه. الله يخليك. هلا في تساؤل، كونه انا فايت بهذا المجال فخطر على بالي هذا التساؤل. هلا انت بتشتغل ضمن فريق عمل ام بتشتغل بشكل مستقل؟ وبوجهة نظرك كيف بيكون التعاون الامثل لحتى تقدر تشتغل مع فريق وتعملوا إنتاج كتير حلو وكتير قوي؟ وكان عندك تجربة إنك اشتغلت بمشروع من قبل لحالك، وكيف كانت التحديات؟ كيف شفت تجربتك لوحدك؟ كيف شفت تجربتك مع المجموعة إذا كنت مشتغل مع مجموعة؟ طيب اوكي، خلينا نبدا السؤال بس كده، عشان عندي دي اتش دي بسال الاسئله انسى الاسئله، فخلينا نبدا سؤال. انا شغال لوحدي او في عمل؟ لا الحقيقه انا شغال لوحدي، تمام، ان شاء الله في الصيف الجاي ده بعد ما اخلص امتحانات هبدا ان انا ابني فريق عمل، علشان ان انا هبدا اسوق للكورسات، في هعمل تراك كده خاص بالفاينانشال ليمنت انالسيس، تمام، او يعني في كورسات في مجال التصميم، فهبدا ابني فريق عمل.
ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني كان إيه؟ تفكرني بيه. الجزء السؤال الجزء هني جزئين، جزء انك تشتغل لحالك والجزء الثاني انك تشتغل مع مجموعة. فانت حاليا الساعة ما اشتغلت مع مجموعة. هلا انا هذا السؤال بسأل حالي عطو، وبحاول قيم كل وقت عملي ووين وصلت وايمت راح وصل للنتيجة اللي راسم لها. فسؤالي لك بيقول، وين بتشوف حالك بعد 5 سنوات؟ وين بتشوف مشروعك كمان بعد 5 سنوات؟ في خطأ الكونكشن، أنا بسمع كويس، الصورة بتاعتك تبدو. فيك تجاوب على السؤال إذا في خطأ بال الحقيقة إن أنت لو سألتني أصلاً أنت أكلت إيه من يومين أو ثلاثة أكيد هنسى، تمام؟ فالسؤال ده أنا يعني ما مش قصة إن الحياة دايماً فيها متغيرات كتيرة جداً جداً. يعني أنا دلوقتي بعمل لحاجة مثلاً، بأسس لحاجة، لو جيت أنت من شهرين بالظبط كنت هتقول لي أنت بتعملها، أقول لك لا، ما كانتش على بالي خالص، تمام؟ ممكن علاقة تقابلك بعد سنة مثلاً أو اتنين تغير لك مجرى حياتك أو مجرى تاريخك. القصة كلها إيه؟ إن أنا بقول دايماً الحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي خدها لنكست، يعني إيه؟ للنكست ليفل. انت واقف على السلمه دلوقتي، السلمه الجايه انت هتقابل ناس ما قابلتهاش قبل كده، هتقرا كتب ما قريتهاش قبل كده، هتعمل مشاريع وهتشتغل على مشاريع هتديك خبره وتكتسب خبره. فانت احنا دلوقتي مثلا لو هنستخدم مثلا ان ال5 سنين دولت 5 سلمات، انت لو على السلمه الاولى دلوقتي، السلمه الثانيه تفكيرك هيختلف عن السلمه الاولى، فبالتالي افكارك ومشاريعك ونظرتك للحياه هتختلف، وفي نفس الكلام للسلمه الثالثه. بس اللي احنا بنقوله ايه؟ خد كل حاجه ستيب باي ستيب، وخد كل حاجه للنكست ليفل بتاعك، ما تفضلش واقف على ليفل معين بس. لو في دماغك فكره اعملها وجربها وطورها. لو بتذاكر الكورس فانت جربه وخده وطوره. لو هتعمل كورس خد اجهز انك تعمل كورس تاني بس. لكن حته ان انت تشامبيون بعد 5 سنين، ده سؤال يعني حتى في الانترفيوز انا ما يعني ما اعرفش هبقى فين. بس كل اللي انا بعرف اعمله ان انا باخد حياتي من نكست ليفل، باخدها نكست ليفل. انا احمد دلوقتي السنه دي غير بتاع السنه الجايه، غير بتاع السنه الثالثه، لان الحياه ديت بتكبر والحياه مش هتسيبك يعني. بس نصيحه حلوه كتير للجمهور، انه حددوا خطوات خطوه خطوه، وكل خطوه بس انتهى ابداوا بالتخطيط للخطوه اللي بعدها. بالظبط. هلا من تجربتك الطويله بهذا العمل، هي تجربه بلشت من اي عام لك بدات كفريلانس؟ كفريلانس من سنتين. من سنة. سنتين التجربة طويلة بالنسبة لسنتين، يعني وقت طويل وخبرة حلوة كتير. سؤال، هل الطالب الجديد وقت اللي بده يبدأ بتعلم التصميم لحتى يوصل لمرحلة الفريلانس، شو هي أفضل طريقة لحتى هو يطور مهاراته بشكل يناسب إمكانياته؟ طيب احنا دايما، انا بقول دايما، بدي دايما نصيحه كده بقول 50 50. لو انت طالب جامعي ما ينفعش يبقى 100% من وقتك للكليه. الكليه دايما هتديك 20 او 30% من اللي انت محتاجه في سوق العمل. فانت 50 50، يعني ايه 50% من وقتك ومجهودك للكليه، و50 الثانيه ايه افرغ بيها بره، زي ما بنقول بالمصري كده، او احرق بيها بره. لو خد مثلا كورسات، خد تريننج، حاول تعمل علاقات. بس لان دايما بنقول حاجه كده حتى في البيزنس، العلاقات بسوشيال او بتترجم لفلوس، او العلاقات هي فلوس، تمام؟ بس فانت لو حد عارفك، بنقول دايما ان محدش عارفك غير اهلك واصحابك، ودول اصلا منتظرين منك، مش هيدوك، تمام؟ فاحنا دايما بنقول 50 50. ما ينفعش تبقى بايت في الكليه، تبقى كل وقتك في الكليه، وما ينفعش ان انت تبقى سايب الكليه ودايما بتحرق بره. لا، انت خليك شخص تعرف تنجح في الكليه وتجيب تقدير كويس على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت افرق واخرج بره، لان ده هو اللي هيجيب لك الشغل بعد كده. هلق في عندي سؤال، شو هي الصعوبات اللي واجهتك اثناء العمل، وكيف انت قدرت تتجاوز هاي الصعوبات؟ طيب اي حد بيبدا في حاجه جديده بيقابل دايما شويه ناس رخمين، ان هم ايه اللي هو انت، انا مثلا في كورونا، ايام كورونا كنت بتعلم مونتاج وبتعلم تصوير،
وكنت باخد كورسات في زي إدارة الوقت وكل الكلام ده. فكنت تقابل حد يقول لك طب انت بتعمل مونتاج ليه، بتعلم تصوير ليه، كل الكلام ده. لما جيت خدت كورسات، جيت اخد كورسات ادفانسد في التصميم وكده، وانا لسه في اولى، يعني لسه اولى، انت سكراتش القسم حرفيا. كنت باخد كورسات بياخدوها ناس في ثالثه وسنه رابعه وناس خريجه، فكانت الناس كنت اسال يقول لك لا استنى سنه ثالثه لحد ما تاخد الكورس ده. طب استنى ليه؟ مش عارف. طب اللي في هتقابل برضه سله كده ظريفه من صحابك بيحاولوا ان هم يعطلوك او ان هم ايه يبقوا فاهمين معاك، فيا عم وعيش ومرضتنا والكلام ده. لا مفيش الكلام ده، الحاجه اللي انت عايزها كيب جونج عليها على طول. عايز تذاكر كورس ادفانسد، انا اول كورس ذاكرته في الفاينايت اليمنت من سنتين وشويه كان كورس 5 ساعات، خد مني 100 ساعه، اكثر من 100 ساعه مذاكره، وحرفيا لسه برجع له لحد دلوقتي. ليه؟ لان دي حاجه ادفانسد، انت عايز تعمل حاجه محدش بيعملها كتير، فانت هتدفع الثمن ده. ف انا احي كل حاجه جانبا، طالما دايما انا بقول دايما الحاجه، طالما الحاجه دي مش هتموتك خلاص اعملها، طالما مش هتموتك ومش حرام تمام فخلاص انت اعملها. انت يعني عشان ايه احنا برضو مسلمين ودايما ايه برضو ناخد بالنا من ده، فايه دايما خد كيب جونج الحاجه اللي انت عايزها. بس هتقابل ناس ظريفه تستظرف عليك، إيه لا هتقابل ناس تقول لك لسه بدري، ما فيش حاجه اسمها لسه بدري، انت بتتعلم. وزي ما قلت لك هتقابل صعوبات كتير جدا، انت عشان تشتغل لازم تكون شاطر في حته السيلف ليرنينج قوي، فهتعوز ان انت تدير نفسك وتدير وقتك وتدير الحياه دي مع الكليه وحياتك الشخصيه. هتدفع التمن، مش هتلاقي نفسك بتكون صداقات. انا ما عنديش صحاب كتير، ما بخرجش كتير، فكل ده حاجات هتدفع ثمنها اكيد. فدي كلها تضحيات. انت عايز حاجه تيجي جونج عليها عشان اعيد في الظرف ده، اخدت مكاسب، خدت مكاسب. انا مثلا معظم الطلبه اللي في سني معتمدين على اهلهم ماديا، لا انا مش معتمد على اهلي ماديا الحمد لله دلوقتي، انا ما كنتش بدي ما باخدش. ديت حاجه. الحاجه الثانيه انا بقيت شخص جاهز للمسؤوليه، لو رحت اتجوز دلوقتي او اقدم واحده محدش معظم مش هتقول لا، لان انت خلاص شخص بتشتغل وبتكون فلوس. معظم برضه هتلاقيهم اللي كانوا بيقولوا لك لسه بدري، هتلاقيهم دلوقتي ايه بيدوروا على شغله في شركه معينه برقم انت ممكن تعمله في يوم لو انت اشتغلت دلوقتي. فكل حاجه ليها مكاسب ولها تضحيات، اهم حاجه تعرف تضحي بايه مقابل ايه تمام. تكيب جونج الحاجه اللي انت عايزها، وربنا يعني ربنا بيكرم، ان الله لا يضيع اجرنا. سلام. هلأ خلال فترة السنتين عمل أنت مرقت بمشاريع كثير واشتغلت مشاريع كثيرة، شو هو أكثر مشروع يعني بتعتبره أنه هو أعظم مشروع أنت اشتغلته، وهذا أجمل مشروع أنت اشتغلته، وشو هو كان؟ وهذا المشروع يعني هل أخذ التقدير المالي والتقدير المعنوي اللي أنت اشتغلت مشانه؟ احسن حاجه اللي كنت خايف اعملها هي ان ابقى محاضر او ان ادرس، خصوصا ان انا طالب، واي حد بيدرس عموما كان بيبقى معاه ماستر او معيد او كده. فانا اول ما خدت الخبره العلميه ديت قلت طيب ما ليه ما ادرس او ليه ما احاضرش. فاحسن حاجه عملتها ان انا بقيت محاضر. كورس الشيت ميتال اللي عملته انا كنت حاطط له حاجه كده رقم معين في الاول، هو جاب اضعاف 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 الحمد لله تمام. وحاليا الكورس بقى على منصتين، على يوديمي وعلى منصه هندسه، منصة هندسة طبعا للبشمهندس محمد سيد، هو مهندس شغال في جنرال موتور وصاحبها برضه معاه مهندس تقريبا في المانيا. فالكورس على منصتين دلوقتي، وحقق ارباح كويسه جدا الحمد لله، وحقق ناس كتير يعني اكتر من حوالي 150 200 طالب خد الكورس. انا كنت بحلم ب10 بس في الاول او 15 عشان يجيب حد يثق فيا وياخد كورس من طالب، وان طالب يشرح له كورس معين ويسيب ناس دكاتره في السوق او ناس مؤلين او ناس عندها خبره 15 20 سنه ومفيش حد خد الكورس ومرشحش لزميله يعني الحمد لله. عشان كده ان شاء الله بنحضر للتراك فاينات المنت في الصيف. هلا حاليا كل شيء عم يتوجه باتجاه الذكاء الاصطناعي، فنحن متوقعين انه راح يصير مثل ما صار في شات جي بي تي وغيره من امور اللي عم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، راح يصير في شيء للتصميم ثلاثي البعد كذكاء اصطناعي. ممكن انك تكتب نص ويعمل لك التصميم ثلاثي البعد، او انك تحط صورة يقلبها ثلاثي البعد، او من هذا القبيل، من هذه المشتقات التطور الكبير اللي ممكن تحصل. انت شو تصورك لدخول الذكاء الاصطناعي؟ هل هو راح يحل محلنا نحن كمصممين، ولا انه نحن راح يكون لنا دور كبير بتطوير هاي المنظومة، او انه ممكن نعمل برامج تعتمد عليها؟
طيب تمام. هو بص، ما فيش حاجه هتحل محل المهندس، يعني ده انا بقولها دايما، سواء انت مهندس في اي حاجه ما فيش حاجه هتحل محلك، تمام؟ لان انت هو اخره يحل مساله او يديك تصميم بارت، بس مش هيديك تصميم كامل لمكنه، مش هيديك تصميم كامل لروبوت، مش هيديك تصميم كامل لمبنى. ليه بقى؟ لان كل حاجه بتخضع، اي تصميم في الدنيا بيخضع لاعتبارات كتير قوي. يعني انا هكلمك عن مجال، انا مجال التصميم الميكانيكي، لما بتصمم مكنه في مصر غير لما بتصمم مكنه في المانيا غير لما بتصمم مكنه في الهند. كل مكنه يعني زي ما تقول كده بتحكي ثقافه شعب، فانت بتصمم المكنه حاسس ثقافه العامل اللي واقف عليها، ثقافه المهندس اللي شغالها. وفي اعتبارات كتير قوي في التصميم الميكانيكي بالذات، كوست كونسنتريشن، اسمبلي كونسنتريشن، مانيفاكشن كونسنتريشن. فاحنا المهندسين دايما هم بتول بتساعد، اي حاجه بتول هتوفر عليك بعض الحاجات، بس مش هتقدر تحل محل المهندس زي ما قلت لك، لان في حاجات كتير قوي مش هيبقى على درايه بيها غير اللي هو عايش في البلد اللي هو بيصمم فيها، يعني فاهم؟ يعني هو مثلا مش عارف الاسعار في مصر ومش عارف الاسعار في الهند، فازاي هيصمم؟ فلا، هي تول بتساعدك، بس ممكن تساعدك في حسبه معينه، حسبه هندسيه معينه تسرع لك فيها، لكن لا، مش هيحل، مفيش حاجه هتحل محل المهندس. سؤال رقم 8، وهذا آخر سؤال أنا راح أسألك إياه، وبعدها إذا بتحب تسألني سؤال بكون أنا جاهز لهذا السؤال. شو هي أكبر التحديات اللي بتواجهك أنت كمصمم حر عبر الإنترنت؟ والله تحديات كتيرة كل يوم يعني، بس هي القصة كلها في ان انا بيبقى ان انت وقتك مش ملكك، يعني هي القصة ديت. لان انا بتبقى في ايام الناس فاكرة الفريلانس هو واحد بيشتغل براحته وبيقوم براحته، الحاجة دي مش حقيقة. انت بتشتغل وبتنام على حسب ما الكلاينت عايز. انت لو شغال في شركة عادية فانت بيبقى مديرك واحد بس، لكن انت لو شغال فريلانس فانت لو مش شغال لخمسة كلاينت، الخمسة كلاينت بيبقى هم مديرينك. تمام. وانت لازم تهندل الكلاينت، يعني بيبقى في ناس مش فاهمه، خصوصا ان انا المجال اللي شغال فيه ادفانس شويه في فاينانس اليمنت، فهو جاي يحقق احلام، فانت لازم تحقق له احلام، بس يعني لازم تهندله وتحقق له احلامه، لان ديت هي شغلتك، فانت لازم تهندلها. وزي ما قلت كل شغلانه فيها الحلو وفيها الوحش، فانت لازم تستحمل الشغلانه بكل اعبائها يعني. طيب انا عندي سؤال ليك بقى، بما اننا نختم، انت جنسيتك سوري، فانت ازاي بقى اتغلبت على التحديات ان انت كنت فاتح شركة هناك، ازاي اتغلبت عليها وفتحت شركة في البلد اللي انت فيها دلوقتي اللي هي اي ثينك ان هي النرويج، فازاي بقى اتغلبت على التحديات دي؟ هلا التحديات كانت كبيرة. التحديات بسوريا كانت الفكرة وقت اللي نحن نزلنا موضوع الطباعة ثلاثية الأبعاد، كانت الأولى بمحافظة حما، فكان عندنا تعريف عن هي المنظومة وتعريف عن هي التقنية وآلية استخدامها، فكان عندنا تحدي كبير. كنا نروح على معارض ونعرض الطابعة ونعرض الشغل، نحاول نخليها تطبع قدام الناس يشوفوا هاي الفكرة، نعرفهم على شيء جديد، والأسئلة تكون جدا بسيطة بتدل إنه واحد أول مرة بيشوف هاي التقنية، فكان خلق سوق إلى شيء شبه مستحيل. يعني أكبر تحدي واجهنا بسوريا إنه نحن كانت الماكينة اللي لنا بجودة جدا سيئة. هذا التحدي خلانا نتعلم الصيانة، فصرنا خبراء صيانة بشكل كبير كتير، واستفدنا من هاي الخبرة لاحقا. لكن أثناء سوريا واجهنا، يعني كنا إذا بدنا نصنع قطعة تاكل شهر مثلا، وهي قطعة هلا أنا بطبعها بالبيت ما بتاكل ساعات يعني، فكنا بهذا التحدي اللي بدي. أما التحدي داخل النرويج، وقت وصلت أنا على النرويج، أنا جيت شخص عادي حبيت أشتغل بمعمل وأبدأ حياتي بشكل عادي، فتبين معي بالحقيقة إنه الشعوب هي شعوب بالنهاية، فيها المنيح وفيها السيء وفيها كل شيء، يعني مو كل شيء جاهز لك، طبق من فضة منتظرك يعني. فهون أنا أدركت إني أنا رح أبقى أجنبي بهذا البلد، فأنا أمام خيارين: إما أتنازل وأشتغل أي عمل، وإما إني أبدأ عملي اللي أنا بحلم فيه، مو اللي هن بيحلموا لي فيه. عرفت كيف؟ يعني مو مثل ما
هني بدهم يشغلوني، انا بدي اشتغل، لا انا يجي فك افكاري الخاصه، انا بدي اخلق مشروعي الخاص، بدي اشتغل الشغلات اللي بتناسبني، انا راح اشتغل معكم لكن انا ما راح كفي معكم من اي جهه كانت، انا راح ابقى مكفى معي بالاعمال التطوعيه، راح ابقى متعاون بموضوع التصميم والشغل مع الشركات اللي هون، لكن انا بدي اكون بشكل اعمل بشكل مستقل. فهذا خلق تحديات اكبر واكبر واكبر. وانا فينا نقول لحد هلق بعتبر نفسي بمشروعي ساعدني بالخطوة رقم 1، فانا قدامي الساعة 9 خطوات، عظيم عظيم. اللي هي انا كنت عم بحكي لك عن ال5 سنوات، انا بتوقع خلال 5 سنوات القادمة يكون بالخطوة رقم 10، وهي الخطوة ان شاء الله بيكون نتائجها كتير كبيرة، وكل الناس ساعتها بتشوف العمل والتعب وال5 سنين والنجاح رح يبين بالفترات القادمة. أنا بعتبر النجاح هو عبارة عن خط بياني بالنسبة إلي، أنا بقرأ على المؤشرات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندي إياها كمؤشر، بعتبر النتائج اللي أنا عم حققها هلأ مرضية إلي، لكن أنا بدي أكثر من هيك، فراح أتعب أكثر، راح أتعب إن أكثر شاء الله لأوصل لهدفي. في عندي إن هلأ شاء الله. تساؤل أخير، كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة للطلاب بشكل عام، طلاب الهندسة الميكانيك الإنتاج، أو أي طالب حابب يشتغل بمجال التصميم والإنتاج، إن شو بتحب تقدم له نصيحة من خبرتك بالعمل كمصمم وكمهندس تصميم وإنتاج؟ والله انا زي ما قلت لك النصيحه اللي انا اعملها، تمام؟ هندي كام ساعه صراحه كده. يعني اول حاجه حاول تظبط وقتك وتدير نفسك، تتحكم في مشاعرك وفي وقتك والقصه دي، تمام؟ حاول تطور نفسك وما تعتمدش على اللغه وما تعتمدش على الكليه بس مصدر معلومتك. لما يبقى حاول يبقى ليك اكتر من منتور في الحاجه اللي انت بتتعلم، ما تبقاش منحاز لمنتور او بروفيسور معين. تمام، يعني نكمل على الحاجة اللي انت عاوزها، ما توقفش حتى لو ما لقيتش نتائج في اول شهر 2 3. غالبا اي حاجة بتحتاج من 6 شهور لسنة عشان تشوف نتائج يعني. بس نتشكر كثير وجودك معنا، وكان فعلا حديث شيق وممتع، وأنا كثير سعيد بالإنجازات اللي أنت عم تحققها، وبتمنى لك النجاح الأكبر والأكبر، إن شاء الله. وإن شاء الله خير، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لكم متابعينا، وأنا بتشكرك كثير على هذا، كثير شكر كثير كبير عميق لهي المقابلة. شكرا لنا.